قتل 6 مدنيين بينهم 3 أطفال وسيدة، وأصيب آخرون في سوريا جراء قصف بصواريخ عنقودية استهدف مدرسة في مدينة سرمين شرقية إدلب. وكان مدنيان قد قتلا وأصيب آخرون أمس في غارات جوية شنتها الطائرات الروسية في معرة النعمان بمحافظة إدلب. وقالت مصادر محلية إن فصائل المعارضة السورية استهدفت تجمعات لقوات النظام في خان شيخون بريف إدلب الشرقي. لم تحمهم المدرسة من حمم الصواريخ العنقودية التي استهدفت مدينة سرمين في محافظة إدلب السورية آخر معاقل المعارضة المسلحة. قتلى وجرحى سقطوا ضحايا قصف نفذته قوات النظام وحليفها الروسي في مسلسل دموي يكاد يكون شبه يومي. الموت طال أيضا 2 من أهالي مدينة معرة النعمان، أما المنفذ فهي الطائرات الحربية الروسية، إذ شنت 12 غارة ليلية مستهدفة بلدات بنين وسرج وخان السبل بريف إدلب والسجن المركزي غرب المدينة. فصائل المعارضة السورية المسلحة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى محافظة إدلب للمشاركة في صد هجمات النظام السوري وحليفه الروسي. مصادر في المعارضة المسلحة تقول إنها استهدفت تجمعات لقوات النظام في خان شيخون بريف إدلب الشرقي، وأكدت مقتل وجرح عناصر من جيش النظام في جرجناز. إن القيادة العامة للجيش، قوات النظام تواصل قصفها ريف إدلب ومناطق في ريف حلب، بينما الفصائل المسلحة تواصل التصدي. العمليات العسكرية في إدلب لا تزال تنغص حياة عشرات آلاف المدنيين وتهجر كثيرا منهم إلى مناطق حدودية مع تركيا، حيث العيش في مخيمات الوحل تحت وطأة شتاء قارس. للمزيد ينضم إلينا من إدلب خالد الإدلبي مراسل العربي. خالد، دعنا في صورة آخر التطورات الميدانية هناك. بداية، ارتفع عدد الضحايا المدنيين إلى 8 مدنيين بينهم 4 أطفال وسيدة جراء قصف بالصواريخ العنقودية استهدف بلدة مدينة سرمين شرق إدلب. هذا القصف العنقودي طال عدة أحياء في المدينة، منها إحدى المدارس الابتدائية في البلدة. معظم الضحايا الأطفال هم من طلاب هذه المدرسة. أيضا صباح اليوم شنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية على محيط مدينة معرة النعمان، وأيضا شنت غارات على محيط بلدة خان السبل شمال مدينة معرة النعمان. القصف المدفعي والصاروخي لا يزال مستمر وبشكل مكثف. يستهدف هذا القصف بلدات المنس ومعرشورين والغدفة، أيضا بلدات معرشمارين والدير الغربي والدير الشرقي في ريف إدلب الشرقي. قوات النظام تحاول التقدم باتجاه بلدتي المنس والغدفة. قالت فصائل المعارضة أنها تصدت لعدة محاولات تقدم باتجاه بلدة الغدفة وبلدة المنس. بالنسبة للمؤازرات العسكرية التي تصل إلى محافظة إدلب، يتوقع خلال الساعات القادمة دخول الدفعة الثانية من مقاتلي الجيش الوطني السوري من ريف حلب الشمالي تجاه محافظة إدلب بعد دخول دفعة مبدئيا، وعددهم 600 مقاتل يوم البارحة تجاه جبهات ريف إدلب الجنوبي. أيضا أعلنت فصائل المعارضة استهداف مطار حميميم العسكري الروسي في ريف اللاذقية الشمالي بصواريخ الجراد. لا يعرف ما مدى الأضرار داخل هذا المطار، لكن فصائل المعارضة تقول أيضا أنها استهدفت مواقع قوات النظام في مطار أبو الظهور العسكري، أيضا استهدفت مواقع قوات النظام في مدايا وفي مدينة خان شيخون. حركة نزوح مستمرة من المناطق الجنوبية باتجاه الشمال السوري مع تخوف الأهالي من تمدد العمليات العسكرية التي يتوقع أن تطال مدينة سراقب وريف سراقب الشرقي والغربي والشمالي. نعم، من إدلب خالد الإدلبي، شكرا لك.